طيب، كنا بنتكلم مع حضرتك في المقدمة عن شهر رمضان، شهر للترابط في عمل خير يعني، أو بنتجمع كلنا بقى سواء بنعمل إفطار للصائمين أو بنعمل شنط رمضان أو بننزل نصلي التراويح، المهم إن في نوع من أنواع الترابط. إزاي ده ممكن ينعكس على بقية السنة بقى، إن يكون في ترابط في كل حاجة في الحياة؟ الحقيقة هي دي يعني بشكر حضرتك على السؤال ده، لأن هو سؤال مهم جدا، لأن إحنا للأسف افتقدنا الحتة دي. أصبح في انفصال واضح جدا، كل يعني احنا كل واحد مشغول بحياته، بظروفه، بشغله، باعماله، والاولاد مشغولين بالموبايلات وبالسوشيال ميديا، وهم في عالم واحنا في عالم، والروابط الاسريه والعائليه ما بقاش في زي الاول، ان العيله بتجتمع دايما في وقت معين وفي اوقات ثابته من الاسبوع مثلا، الاسر والعائلات بيجتمعوا مع بعض، دي حاجه للاسف ما بقتش موجوده. رمضان بيرجع بيخلينا نعيد الكلام ده تاني، وصراحة بيرسخ مشاعر جميلة جدا ومعاني ترابط أسري جميل جدا. فأنا دايما بنادي بحتة إن أولا بالنسبة للأسرة الواحدة، يعني حتة الفاميلي تايم أو الكواليتي تايم بين الأسرة وأولادها، إن دايما على الأقل يكون في وقت أو يوم مثلا في الأسبوع الأسرة بتجتمع فيه، بيتفرجوا على حاجة مع بعض، بتكون الأب والأم مختارينها بشكل كويس مع أولادهم، الأم بتعمل لأولادها في الوقت ده مثلا عشوة كويسة، حلويات، مش عارفة إيه، يعني أنا شايفة إن حاجة زي كده وقت لطيف يسيب ذكرى، يكون حاجة محببة للجميع، بيربط الأسرة مع بعض. إحنا الحقيقة بنواجه مشكلة، إن دايما إحنا بنعاني من إن أولادنا ماسكين الموبايلات 24 ساعة، ما احنا كمان ماسكينها 24 ومش بنقدم لهم البديل. يعني احنا يعني حقيقي انا بشوف اللي بيحصل، ان انا بقعد ازعق مع اولادي علشان يسيبوا الموبايلات. طيب انا قدمت لهم البديل، انا حاولت ان انا اخلي كواليتي تايم بيني وبينهم. لا، انا لما بشوف اولادي بقعد ادي اوجه وادي نصايح مباشره، المراهقين بيرفضوا ده تماما وبينفروا منه، فهينفروا مني وهياخدوا جنبه وهينعزلوا بحياتهم وينعزلوا بالجهاز اللي معاهم، بيخليهم ينفتحوا على ثقافات مختلفة، فبالتالي أنا بباعد المسافة بيني وبين أولادي وأنا مش واخدة بالي. فلو لما يبقى في حاجة زي كده كواليتي تايم، أنا مش هدفي ولا دوري إن أنا أوجه رسائل مباشرة لأولادي في الوقت ده، بالعكس أنا ممكن إن أنا مجرد تقضية وقت كويس، بنتناقش في حاجات في أمور عادية، بنجتمع ونشوف حاجة كويسة مع بعض، بتدي شعور إيجابي كويس جدا، وزي ما حضرتك قلتي بتسيب ذكرى عند الأولاد ورابط أسري قوي.